استشهد 6 فلسطينيين من بينهم رئيس قسم الجراحة مستشفى جنين الحكومي، وأصيب 10 آخرون من بينهم إصابات خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وباستشهاد الفلسطينيين 6 ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 512 شهيدا. هذا واقتحمت قوة الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسيرت أليتها في شوارع جنين وحيفا ونابلس وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنين ووادي برقين.